تنواصلوا معكم في استقبال ضيوف موازين في الدورة السادسة عشر، وأنا سعيد أنني نستقبل قيدومة الأغنية الحسانية الشاعرة والفنانة التي لقبت بسفيرة الطرب الحساني. أنا سعيد اليوم أنني نستقبل الفنانة للا باتول المرواني. مرحبا بك. بك وهلا والله. شطاري فيك؟ لا الخير الحمد لله. نهار كبير هذا. بك وهلا والله الحمد لله. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك الحمد لله. والزي الصحراوي هو تبارك الملحفة. الله زي الصحراوي في أنواع ياك. ما هو هذا واحد الملحفة هو اللباس التقليدي ديال الأقاليم الجنوبية. ولكن هذا كيتسمى دريك سواري، ماشي سواري، هذا حرير دريك. عندنا العادي وعندنا التقليدي وعندنا ديال العرس وعندنا ياسر من الأنواع الملاحف. وشحال فيه من متر تيكون فيه؟ 4 هذا صديبو على حساب تعدم رسميا. انا قد نقبضوا مثلا ندير 5 و6 والمره اللي تعدم ديال رقيقه تعد 4.5 5 متر. مرحبا بك لالا باتول. ولا والله ماشي اول مره موازين تنضل، هذه الرابع مره. اليوم غتكون سهره 100% حسانيه ان شاء الله يا رب. شنو تحضيراتك وشنو تعني لك موازين لالا باتول؟ موازين المهرجانات اللي تبارك الله انا بناء في نفسي كنتكلم وقلتها كم من مره، لان موازين في سبب وواحد طابع الاغنيه المغربيه، اشهار الاغنيه المغربيه. لان الحمد لله انا في الميدان كم من سنوات وما كنتش كنسمع الاغنيه المغربيه في الخليج او في العالم في برا، في برا المغرب. ولكن اليوم الحمد لله موازين هاد المشاهير اللي كيجوا كيقبضوا الاغنيه المغربيه وكيفرحوا بالاغنيه، والحمد لله كنشوفوا هذا الاثار، كنشوفوه برا، كنشوفوا الاغنيه المغربيه مشات بعيد وبفضل موازين. وانا من الناس اللي يعني بدايتي كانت موازين، يعني في 2007 يعني كانت مشاركتي، والحمد لله كل عام. وان شاء الله هذا العام نعود الجمهور يشوف الباتول في اللوغ الحساني ان شاء الله. ان شاء الله. اذا انت بديتي الغناء وانت عندك 7 سنين. أيوة. الاب ديالك شاعر كبير، هو من غنى الصحراوي تحت الخيمه اللي هو السي عبد الله المرواني. أيوة والله. لان احنا تنعرفوه في كاينين عائلات محافظه ما تيبغيوش بناتهم انهم يدخلوا للفن. لحد الان ايه ولكن تيباك عاونك للوالد فعلا. الناس تعرفنا، الصحراء تعرفونا، وقبيلتنا يتبوكو تعرفنا كاملين الحمد لله. يتلى حسن كامله وتعرفوا. ويمكن في الاول كان شوي، ولكن الحمد لله تقبلوا الباتول، شافوا الباتول في اللوغ حساني والحمد لله. والباتول كتبقى دائما بالزي ديالها، باغانيها التقليديه، بالاغانيها العصريه كتبقى، وهذا كيشرفهم الحمد لله. وغادي نشوفوا الضفرة سلمانة ضروري باش نشرحوا شنو هي سلمانة. هي الضفرة الصحراوية. الصحراوية اللي كتكون دائما كتكون في العرس وكتكون في المناسبات وكتكون في جميع الاحتفالات عندنا في الصحراء. الضفرة شي حاجة اللي كتميز بها المرأة، والحمد لله هي من التقاليد عندنا اللي عندنا في الصحراء. ولا بد ندير رشمة ديال الضفرة، لا بد يعني نعود بضفرتي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. اذا البداية في الغناء وانت صغيرة، الاب ديالك شاعر، يعني رويتي فنيا في وسط عائلي تبارك الله، كل شيء كانت يغني يعني في حفلات ياكل لا. والله يعني الباتول يعني انا دريك كان عاشر واحد الفئه الثانيه في الفنانين، لانني انا دزنا احنا الفنانين الاولين. يعني الفن كان عندنا شيء، يعني الانسان اللي كيعطي في صغره وكيعطي في الفن بجهده، ملي كيكبر شوي ما كيبقاش يعطي ذاك الجهد اللي كان الاول، او ذاك العطش للشهره او عطش للتبين. ولكن الحمد لله انا دريك ولدي صغرني، دريك لا من ذوك الشباب الصغار نمشي مع الوتيره ديال الشباب ديال دريك كيفاش كنظهر الاغنيه الحمد لله شبابيه. والحمد لله عندي جديد ان شاء الله. ان شاء الله كاينه اغنيه يا ويني يا ليلي الله يجزاك الله خير. كاين واحد الانسان اللي عطى الاغنيه الحسانيه هذا تكريما الروح ديالو، وعندنا اغاني ثانيه ان شاء الله يعني ديال يا امي. وان شاء الله واحد الاغنيه ان شاء الله تعود في رمضان او عقب رمضان، وغادي نفاجئ ان شاء الله الجمهور المغربي كامل بصفه عامه وبصفه خاصه اهل الصحراء ان شاء الله. ان شاء الله. اذا لالا الباتول يعني بديتي الغناء وبديتي تتشهري، ومن بعد غبرتي على الاضواء، كانت وقفه كبيره لانك تزوجتي ودرتي وليدات. فعلا. يعني مني جلستي انك تربي وليداتك وتيكبروا ويقراوا، كنتي تسمعي شنو جاري في الساحه الفنيه وخصوصا اللون الحساني؟ فعلا. لان نقول لك واحد المساله يعني غنوضحها لك، يعني بالنسبه للثمانينات وانا وقفت في 90، بالنسبه للثمانينات كنت مرافقه الوالد، وديك الساعه كنت في الفنون الشعبيه مع السي زنون، معروفه الفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه، وكنت مستمره في الميدان الفني. ولكن جبرت احباطات، لان المعروف ان الفن في واحد الوقت كان ما يمكن اي فنان يقوم يقول انا فنان.
كانت اذا كانت جو التحكيم الاغاني كانت هذه مزيانه للباتو تكون كانت واحد فعلا هي مزيانه خاصها تكون هذه القضيه ان شاء الله علاش لا وحنا كنتمنى لان البدايه ديالك كانت في دار البريهي بالرباط يعني بالرباط فعلا نعم. وكانت واحد الشكل اللي هو صعيب باش اي فنان هذا شاطر على الفنانين الاولين كنتكلم لك يعني ما هو اي فنان ما دريك وحفظ الوقت اللي قعدت فيه يعني كنشوف انا تبارك الله بما بدو كيتفيد تقول الحمد لله 12 سنه وانت قاعده 12 سنه من 90 الى 2000 اول مشاركه كانت موسيقى الروحيه بفاس ثانيها خديت تكريف مهرجان الفنون الشعبيه بمراكش نعم. يعني الحمد لله ملي رجعت قويه الحمد لله الماضي كان عندنا التاريخ الفني ديال الوالد ديالي دعمني شوي والحمد لله كانت رجعه الحمد لله وجبنا الافاق وجبرنا ياسر من الاشياء اللي كانت قديمه كدير احباط الحمد لله جبرنا تفيت قلت ما بقى ذاك الانسان اللي باش يبان خاصو واحد واحد البريم ديالو ديال الفن لان كانت التلفزيون ما يطلعش اي فنان الا اللي دارس موسيقى او عنده إلما بموسيقى الجيده عادي قد يبان والحمد لله حنا الوالد دار بصمه كبيره في السبعينات ودار بصمات في الثمانينات ولكن كانت باش التواجد ديالك في الفن باستمراري كان شويه صعيب والحمد لله هضريك الباب تفتح في فيسبوك في واحد الوقت كان سيدي واحد الوقت كنا كنعرفوا كان سيدي يعني ودريك الحمد لله فيسبوك يعني اي فنان يعني السوشيال ميديا المواقع الاجتماعيه سهلت الامور كيبان غير الاجود نعم دريك الاجود لان كلشي تفيتك الاجود هو اللي كيبان هذا في نظري انا يعني صح الصحيح هو اللي يقدر يكمل هو اللي قد يكمل واللي ما عنده لا اله الا الله نعم شكون هو الشاعر نجم عمر نجم محمد عمر هذا واحد الانسان اللي عطى الاغنيه الحسانيه ومسكين ما قدا يمكن حقه والحمد لله يعني ما قدا حقه في طريق الفن ديالو وانت اخذتي الشعر ديالو الان وغادي نشوفوا اعماله واعماله كثيره بينتها بكل صدق وبكل هذو الاغنيه الاخيره اللي درت للروح ديالو لانه يستاهل اللي نعطى في الاغنيه الحسانيه وهاد الاغاني كاملين اكثر من 25 سنه 69 فاش نتجهم نعم وكنعطيهم وكنبينهم والحمد لله الان راه ولادو في الساحه الفنيه وان شاء الله غيديروا واحد المجموعه وغادي نساعدهم بكل ما في وسعي وكنتمنى لهم التوفيق اللي تكلموا معايا مؤخرا وكنتمنى ان شاء الله يبينوا الاغاني للوالد ديالهم اللي ما بانوش هذه السنين وكنتمنى هذا المنبر كنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في مسيرتهم الفنيه. لالا الباتول المرواني انت بين نجوم الدوره 16 لمهرجان موازين ايقاعات العالم نتكلموا فنيا انت بزاف ناس ما تعرفوش ما عندك البوم اللي كان سجلوا لك المعهد العربي بباريس تكلمنا على هذه التجربه وعلى هذا الالبوم شنو فيه هذه تجربه يعني فريده من نوعها لان كانت واحد معهد طارق بن زياد كان في الرباط وعيطوا لي قالوا بس غادي لنا واحد السيدي في باريس مشيت يعني بتعرف بشكل تقليدي قاعدين في الارض وباتاي وبالحكايه وقال لي السيد غتبدا من اول بحور تعرف عندنا احنا في الطرب الحساني كيبدا بن وهيب وكنا نختموا بالبتيت نعم قلت لذاك المدير قلت له يودي ما يمكن ساعتين عندي ساعتين ونص كامله والناس لا يملوا قال لي ما غادي لك غني والرقصه قال لي رقصي الى التالي قلت له ما يمكن قال لي شوف انتي احنا اجدر بالموسيقى الروحيه وكنعرفوا واش كنقولوا نعم. انا قلت غادي يملوا الجمهور نعم. وفعلا كانت تجربه ناجحه وكانت تجربه روعه من يعني لان باش نبداو من وهيب السيني يعني الى اخر الجمهور اللي قعد هما كلهم اوروبيين وقعدوا وتصنتوا واحد الوقيته كيديروا ضو كنشوف نقسم لك بالله يا منتصر كنشوف الناس شويه مغمضه عينها راكده كتمشي مع من البحر للبحر من حكايه لحكايه ساعتين ونص ومني ساليت يعني صفقوا لي اكثر من ربع ساعه هما كيصفقوا وفرحت وعرفت بان الطرب الحساني والاغاني الطربيه كامله المغربيه عندها نجاح كبير في اوروبا وعندها الناس اللي كيسمعوا لها وكنتمنى ان الناس يهتموا شويه بالتراث لان التراث حنا المغرب غني عندنا الحمد لله ملي كنجيو للملحون تبارك الله ملي كنجيو للاندلسي ملي كنجيو للعيطه ملي كنجيو لاشياء كثيره المغرب كله زاخر غني يعني لو كنحتفظوا بهذا الدلو اللي عندنا حنا ما يعني اننا ما نمشوش في الموجه اللي كاينه حاليا في العالم نمشوا فيها ولكن الاحتفاظ بالتراث له انه شي حاجه اللي هي متميز بها حتى الاوروبيين كيعشقوا هذا الفن المغربي كامل بصفه عامه وانا فرحانه لانني انا ذاك النهار يعني استغربت اول مره اكتشف هذا النوع من الناس اللي كيستمعوا المستمعين اللي كيستمعوا هذا النوع من الموسيقى لان احنا كانت اغلبيه حكايه وكامل مواويل الله وشوي من الغناء استغربت
ولكن الحمد لله كنتمنى ان شاء الله نشوفوا جمهور عندنا ان شاء الله في هذا المستوى ان شاء الله. طرب الحساني كيفاش نقدروا نوصلوا به يعني ما نقولوش العالميه يعني الوطن العربي، شنو اللي ناقصه؟ لان تبارك الله لان كله شعر. اول ناقصوا الاعلام. الاعلام ناقصوا الاعلام وما كاينش عندنا مبادرات كثيره في الجنوب باش منتجين، ما كاينش اذاعات اللي كيبينوا هذا الطرب. او يعني انا لو انا مش متواجده راك في الرباط ما لي تشوف البتول او تشوفها في المناسبات تجي البتول تغني وتمشي. ما يكونش عندنا هذا الابداع وما يكونش عندنا التكراريه ديال الاعلام اللي كندير هذا راي يعني منغلقه يعني. وكاين كنز من طرب الحساني نقد بصدق البتول ما غتستقن الطرب اللي كاين الناس فما كيتقنوا اكثر مني واحسن مني. يا ريت نشوفهم في الساحه الفنيه ونشوفهم كما قلت درايك نقدر نشوفهم في العالم ماشي العالميه ولكن غير يبانوا للدول العربيه. يعني مقام حساني تبارك الله باللغه العربيه وبواحد النطق زين يا ريت نشوفوا انا درايك وتلج. انا امنيتي في الحياه ان نشوف الاغنيه الحسانيه لاحقه بمستواها ان شاء الله. عطينا شي حاجه باش نختموا معك هذا الحوار وحنا في هذا المكان الجميل بدار الفنون بمدينه الرباط. انا نغني بالليل نغني درك من درك حنا ايه من درك والناس اللي ما قدروش يجيو يشوفوك في السلا غيشوفوك على ميديان تي في. عطينا مقطع مياويني الجديد ديالك لاله باتول المرواني. لامي معانا ايانا يلا ليانا ايانا يا لوليلي ادان دان دل يلا ليانا ايانا طفلة ضفر تيانا سلامانا ايانا واصل مرة دان دان دل غلمك يانا ايانا. لالا الباتول المرواني الله يعطيك الصحة وسهرة أكيد ممتعة هاد الليلة بمدينة سلا. شكرا لك. بارك الله فيك وشكرا لبيدي وشكرا العز المنتصر يعني الناس اللي تبارك الله جلستك زينة وحديثك شيق وما كان سخب الحديث معاك. الله يكثر خيرك. أنا هذه شهادة نعتز بها. والإخوان اللي استضفنا فمسلمني بلاغ اللي سلم كلهم جنود الخفاء اللي كنعتبرهم. أكيد أكيد لالا باتول المرواني. مشاهدينا الكرام راجع لكم مباشرة من دار الفنون بعد وقفة إشهارية.